يعني اسمحيني نقول أول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا، الخبر اللي معانا الأول: مدبولي البدء في تطوير القرى المتضررة من الأمطار في أسوان ضمن حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس. استهل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بالإشارة إلى أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان يوم الخميس الماضي لتفقد القرى المتضررة من موجة الأمطار الغزيرة وتداعياتها. وقال رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي وجه بأن يتم البدء في أعمال تطوير القرى المتضررة وإدراجها على الفور ضمن المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم الاتفاق على سرعة بدء العمل في هذه القرى عن أن تتم متابعة التنفيذ مع كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان. الحقيقة طبعا أستاذ أحمد، يعني إحنا لو جينا اتكلمنا في العموم، طبعا يعني مبادرة حياة كريمة إحنا شاهدناها الفترة اللي فاتت دي بتقوم يعني بجهد كبير جدا 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 فوق طبعا ما إحنا نتخيل أو ما نتصور. إحنا بس بنشاهد بس في التلفزيون أو في الـ في الـ في, الـ في الجرائد بنقرأ الأخبار، ولكن على أرض الواقع طبعا هي بتقوم بعمل كبير جدا. ولما نيجي نتكلم عن الخبر اللي معانا، طبعا إن تطوير القرى المتضررة طبعا من الأمطار ده يعني جانب إنساني أكتر منه، يعني لا أنا عايز أقول لك كمان إن هو بسبب المفاجأة طبعا كان ظرف صعب جدا على غير متوقع وناسنا في أسوان، فكانت القرار دي المبادئة ومبادرة دولة في التوجه لمحافظة أسوان، ويمكن حتى سيادة الرئيس نفسه قام بزيارتها شخصيا، وكلنا شفنا على مسافة قريبة من أسوان البهجة والفرحة في الأقصر في افتتاح طريق كباش، وده قصة طويلة على مدى يعني سنين طويلة من أيام لواء سمير فرج لما كان ماسك محافظة الأقصر الحقيقة، وكل التحية ليه. نرجع لموضوعنا، هو طبعا حياة كريمة هي بتستهدف شريحة كبيرة من المواطنين المصريين. شفنا طبعا المساعدات العاجلة لمحافظة أسوان بتوجيهات رئاسية من مواد غذائية وبطاطين ويعني مساعدات عاجلة وإصلاح الأضرار بشكل سريع وفوري، ودي حاجة جديدة الحقيقة. إحنا يعني خطوة جديدة وجيدة جدا علينا إن الدولة تتحرك بهذه السرعة وإغاثة المنكوبين في قرى أسوان. نرجع تاني لمبادرة حياة كريمة، الحقيقة هي بتستهدف شريحة كبيرة جدا من المواطنين بهدف يعني مشاكل كتير متراكمة على مدى سنوات طويلة، منها البناء والمعمار والطرق والخدمات والإنسان. يعني كلنا حتى بنشوف البرومو والتنويهات اللي بتتم في القنوات المختلفة قبل وبعد حالة البيوت وحالة الناس. قبل كان حقيقة شيء صعب جدا، خصوصا في فصل الشتاء بالذات بتبقى الحياة أصعب شوية، يمكن عشان في ناس ما عندهاش أسقف، في ناس ما عندهاش خدمات، وحتى على المستوى البعد الأكبر شوية برضو خدمات الدولة مهم إنها تخش لهذه المناطق. يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، برضو في ناس ما عندهاش حتى أوراق ثبوتية زي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد والخدمات المختلفة، ما عندهاش الانترنت، مش موصولة بالعالم، مش موجودة على الخريطة أصلا. فطبعا كون إن الدولة تقتحم ملف صعب وملف كبير زي الملف ده، أعتقد إنها خطوة كبيرة جدا هتقربنا وتوصلنا وتخلي أهالينا في كل هذه القرى تتواصل مع باقي المجتمع المصري. يا رب يعني تعدي هذه الأمور على خير. رب احنا واثقين طبعا في هذه المبادرة، والحقيقة طبعا يعني زي ما حضرتك أوضحت طبعا وزي ما احنا شايفين هي بتقوم بعمل عظيم جدا وإنساني يعني في المقام الأول، فيا رب كده يعني تكمل بألف خير رب إن شاء الله. إن شاء الله.